احنا بنحط نفسنا في نفس الموقف يعني. اللي احنا نتمناه شيء واللي تربينا عليه وثقافتنا شيء ثاني. احنا بالنهايه عايشين بمجتمع كلنا متساويين. انا تفكيري تفكير انسان عاقل، انت مجنون شكلك ولا كيف؟ رده فعله متعقد. ما فيش كده عليه مش هتدبوك. ما توقف كتير يا اهلا بكم معانا في الصدمه.